القصة دي لها علاقة برجالة اليمن، باليمن، بالحوثيين، ولها علاقة بمحمد بن سلمان، وخاصة بموسم الحج اللي بيحصل ده. نشر بالأمس فيديو للجيش السعودي. أنت عارف الجيش السعودي ده قوي جدا جدا، لو دخل أي معركة مع أي حد يخلصها في 3 4 أيام، زي ما دخل مع اليمن كده والموضوع أخذ 10 سنين. فرقتش كتير، فرقتش كتير. الجيش السعودي القوي جدا خرج في كامل قوته لتأمين موسم الحج بالفيديو اللي هتشوفوه الآن. شابوه للجيش السعودي، للشرطة السعودية، لقوات الأمن السعودية. سقف سقف سقف، دول رايحين يحموا موسم الحج. سقف، رغم ان والله لكان اشرف واعز واكرم واحب الى الله عز وجل ان كنا نشوف المشهد ده دفاعا عن غزه، بس يلا رايحين يحموا موسم الحج. يلا جميل، حلو، رائع. خرج من بعد منهم واحد بقى، تحس القائد بتاعهم الكبير بتاعهم، المهم ان هو نطعوي زي الواد ابن سلمان كده. المهم خرج قال لك احنا لن نسمح باي شعارات سياسيه. ايوه في موسم انت في ايه؟ لن نسمح باي شعارات سياسيه، واحنا سيكون بقبضة من حديد. هنا ان امن الحجاج خطا احمر، وامن المشاعر خطا احمر، وامن الوطن عموما خطا احمر، وقوات الامن ستتعامل بكل حزم وقوه. برضو جميل جميل، لا نسمح باي شعارات سياسيه. جميل، زي ايه مثلا كده؟ لا نسمح باي شعارات سياسيه زي ايه؟ زي ايه؟ زي مثلا لو واحده رفعت علم فلسطين في الكعبه هتعمل ايه؟ نبعت الكلاب الضاله تنهشها تقتنصها تجيبها من قلب الكعبه لو رفعت العلم بهذا الشكل. يا رب نرفع الله فيك، الله انسان بيبسي يا رب، انسان بيبسينا يعلمش الله يا رب يا رسول الله. جميل، برضو ما هو المساواة في الظلم عدل. جميل، امشي مع المطعاوي اللي اتبع ابن سلمان لغاية الآخر، خليك ماشي معاه. نزل الإعلام السعودي واللجان والذباب السعودية تكتب لك هذه الكلمات: كولومبوس وأم كولومبوس، كولومبوس وأم كولومبوس. إيه يا كولومبوس يا ابن أم كولومبوس؟ قال لك يا ابن الأمن السعودي ده قوي جدا، أمن السعودي ده قوي جدا، أنت ما تعرفش إن السعودية العظمى محور الكون؟ والله إنما هي الكعبة الشريفة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، وما دون ذلك ما كان لأحد أن يأتيها. لكن ما علينا، كل التحية للشعب الحجازي، شعب أرض رسول الله، مش السعودي، عشان السعودية دولت هي أسرة نشأت بنشأة إسرائيل. لكن تمام وجميل، تمام وجميل. قال لك بص بقى، احنا ياك نشوف حد بيعمل، عارف انت لو شفنا واحد بيعمل شعار واحد شعار سياسي، عارف هتعمل فيه ايه؟ هتطقطق له يالا. ليه؟ لان جماعه انصار الله الحوثي عملت شعارات سياسيه داخل الحرم المكي. ابن سلمان سعدت قال لك جري على بيته على طول، قال لها غطيني، راح لزوجته المصهومه قال لها غطيني. جماعه الحوثي عملت شعارات سياسيه وانا مش عارف اعمل معاهم حاجه بهذا الشكل. سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين، اللهم انا نبرأ اليك من اعدائك واعداء رسولك واعداء الامام علي واعداء من امرتنا بتوليه. سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين. ومن بعد الفيديو ده يا مولانا قعدت ادور على الفيديو الجميل ده، يا جدعان الاشاوز دول راحوا فين؟ قال لك اختفوا، قال لك بيعملوا، قال لك هم كانوا هيتحركوا ويلقوا القبض على جماعه انصار الله الحوثي. تمام، طب ايه اللي قال لك؟ اكلوا كبسه فناموا، هم تقلوا في الكبسه بالليل فناموا. فكرني بهاني رمزي، قال له لو يعني ما جيتش 12 12 ونص، قال له طب لو راحت عليا، هو راحت عليهم نومه، راحت عليهم نومه هؤلاء الاشاوز، دول كلهم راحت عليهم نومه. انما عايز اقول بص،
عارف انت المبدأ الجميل اللي هو ماشي بمبدأ، انت مثلا اللي قدام منك انت مش قادر عارفها بيديك بالقفا، فقشطه لو اداك بالشاليت وقشطه لو سرت لك البنطلون. هو ده اللي حصل ما بين مشهد انصار الله الحوثي مع ابن سلمان، بس خلصت. ليه؟ لانه عمل نفسه راجل تاني، عمل نفسه راجل وعمل نفسهم رجاله اشاوس لما رفع هذا العلم امام الكعبه. Allah'ım sen bilsin ya Rabbim, sen bilsin yardımcı ol Allah'ım. Bunu biliyoruz ya Rabbim, ya Rabbim Allah. Sen rahman, sen. قالك العلم ده لا يا ادم ما يترفعش. طب وجماعه انصار الله؟ سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين، اللهم انا نبرأ اليك من اعدائك. فيخرج احد اللي كانوا في الاهداف يقول لك الكلمات اللي امام حضراتكم ده، وكانه بيقول للواد ابن سلمان للدب الداشر لو انت نطع تعالى اتعرض لينا. هو انا 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 حاسس هو ما قالوش كده، بس هو كانه بيقول له لو انت نطع يا ابن سلمان تعالى اتعرض لينا، تعالى اتعرض. طب فين قائد قوات الحج يا جماعه؟ يا كولومبوس، يا كولومبوس اهو، يا كولومبوس فين قائد قوات الحج؟ قال لك يا عمي راحت عليه نوم، ده انت رخم. وامن المشاعر خطا احمر، وامن الوطن عموما خطا احمر، وقوات الامن ستتعامل بكل حزم وقوه. شيخ ناصر الغامدي قال جمله لامام حضراتكم دي، بعيدا عن اي حاجه، من حق اي مسلم إيراني، أفغاني، فلبيني، من مصر، من أي مكان، إن يحج بيت الله الحرام. لكن الجملة اللي كاتبها الشيخ ناصر الغامدي بتلخص لك كل شيء، هو إن ابن سلمان المستنطع والسيس النطع وكل هؤلاء الأنطاع لو يعلموا علم اليقين إنك معاك القوة حتى وإن كنت أشد أعدائهم تستطيع إنك تذهب لعقر دارهم ولبيوتهم ولغرف نومهم، ولن يجرؤ نطع منهم إنه يمسك. قولا واحد اتفق مع جماعة أنصار الله زي ما انت شيل وحط في أبوهم براحتك، لكن راحوا الكعبة وهتفوا هتافاتهم الشخصية وهتافاتهم الدينية اللي خاصة بيهم أو بطائفيتهم أو بعقيدتهم أو بأسلوبهم أو بمنهجهم، ولم يستطع نطع قال لك من الجيش ده إنه يتعرض لهم. كل هؤلاء راح فين؟ قال لك ناموا، كله لبس السلوبوتة ونام. يا ابن ده نزل اهو. طب تاني الفيديو بتاع جماعة أنصار الله تاني. سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين، اللهم إنا نبرأ إليك من أعدائك. أهم قفشهم بقى واقبض عليهم وعلقهم بقى كده، وقال لك لن تطير طائرة ولن يطير طائرا ولن يهتف هتافا ولن يفعل ولن يجرؤ احدا ان يهتف هتافا طائفيا سياسيا غير الحج في الكعب. فاذ بجماعه انصار الله هاتفوا، وتاني طلع قال لهم اتذكر فيكم نطع من ال سعود يطلع يتكلم. طب رسالتي لابن سلمان، رسالتي لابن سلمان وال سعود، أنا نفسي أروح أعمل عمرة والله العظيم، نفسي جدا أروح أعملها، عارف لو رحت هتعلق من المطار على مصر، إنما العارف لو أنا بقى معايا قوة ومعايا سلاح ومعايا اعتاد ومعايا مئات الآلاف من الرجال ورا مني وجيش، هروح أعمل عمرة حتى لو أنا لا مؤاخذة واخد سلمان ذاته، الملك سلمان واخده، لا مؤاخذة هروح أعمل عمرة وأعمل حج وخلي سلمان ولا ابن سلمان ولا واحد فيهم يتكلم، هروح أجيبه بملقاط من أوضة النوم بتاعته. هو ده الوضع اللي في الأنظمة العربية للأسف الشديد المطبعة، تديهم على راسهم محدش فيهم يقدر يكلمك مهما كان أنت معاك حق، هذا الحق إن لم يكن لك قوة تحميه لن يحترمك أحد. خلوا بقى يا ابن سلمان الناس اللي في ليبيا اللي ضدك واللي في مصر اللي ضدك، خلي السعوديين أنفسهم اللي في أوروبا يعرفوا يروحوا يحجوا. ينطع لو انت راجل اطلع رد بقى على جماعة أنصار الله. سلام عليكم.